فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا قرأ الإمام في الصلاة السرية إذا جهر الإمام في الصلاة السرية أو بالعكس، فهل على المأمومين أن يقوموا بتنبيهه؟ إيه نعم، إذا منه استمر في السرية أو استمر في الجهر ينبهونه. نعم. ثم يقول حفظك الله: وهل عليه سجود سهو في ذلك؟ يستحب، ما عليه سجود سهو واجب، لكن يستحب. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.